أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ. فَلَمَّا جَاءَهَا لُوطٌ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا
واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآية للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى يكسبون. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما مسنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك مستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب 27، ابتداء من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله مبدأ أساسيا في العقيدة الإسلامية عليه يقوم الثواب والعقاب، وبه يرتبط الخوف والرجاء. فقال تعالى في إيجاز وإعجاز: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن أراد رحمة ربه سعى لها سعيها، ومن أراد غير ذلك نال الجزاء الذي يستحق ولا يظلمون فتيلا. وتناول كتاب الله بالذكر في هذا الربع قصة لوط وقومه التي مر ذكرها في سورة هود. فقد كان العمل الذي ابتدعه قوم لوط في حد ذاته من أنكر المنكرات وأفحش الفواحش، مما أثار غضب الله عليهم وأوجب ضرب المثل بخطيئتهم وبعقوبتهم واحتقار الناس لهم ولمن سلك مسلكهم عبر القرون والأجيال. وبمناسبة ذكر قصة لوط وقومه أشار كتاب الله
إلى جنوده من الملائكة الذين أرسلهم إلى قوم لوط وعرجوا في طريقهم على إبراهيم الخليل واستضافوه فأكرم ضيافتهم وبشروه بغلام عليم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، أي قال إبراهيم إنا منكم خائفون. قالوا لا توجل، أي لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم. وهذا الغلام هو إسحاق الذي ولد لإبراهيم بعد أخيه إسماعيل. قال أبشرتموني على أن مسني الكبار فبما تبشرون، أي أبشرتموني بالولد مع أنني قد كبر سني ووهن عظمي. قالوا بشرناك بالحق، بشرناك بالحق أي باليقين ثابت، فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا دليل على تحريم القنوط من رحمة الله. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم وبأي شيء جئتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، ومرادهم هنا قوم لوط، وقد وصفوهم بالإجرام لإقبالهم على الشذوذ الجنسي الذي هو من أكبر الفواحش والآثام. إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، أي فإنهم مستثنون من القوم المجرمين، ويقصدون بذلك عشيرة النبي لوط عليه السلام. وقد استثنى الله من آل لوط أنفسهم امرأته نفسها لأنها بقيت على ملة قومها. إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، إنا لمنجوهم أجمعين أي لمنجون آل لوط إلا امرأته، قدرنا إنها لمن الغابرين، لأن الله تعهد بنجاة آل لوط ما عدا امرأته فإنها من الهالكين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، أي قال لهم لوط إنني أجهلكم ولا أعرفكم، فمن أنتم؟ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئنا لإخبارك بعذاب قومك وأنه قد حل أجله، ذلك العذاب الذي طالما أنذرتهم به ولم يزالوا يشكون في وقوعه ويستهزئون بك من أجله. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتناك بالحق وإنا لصادقون، فاسري بأهلك بقطع من الليل، أي أخرج يا لوط من هذه الأرض الظالم أهلها لتنجو بنفسك وأهلك رفقة أهلك بعد مضي جزء من الليل، واتبع أدبارهم أي اجعل أهلك أمامك وسر خلفهم من ورائهم، ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم وقع الصيحة بالقوم المجرمين فلا تلتفتوا إليهم واتركوهم فيما حل بهم من العذاب والنكال، وامضوا حيث تؤمرون، وامضوا حيث تؤمرون، أي واصلوا السير إلى المكان الذي أمركم الله أن تسيروا إليه
لتنجوا بأنفسكم. ويفهم من هذه الآية أنه كان معهم من يدلهم على مقرهم الجديد، وامضوا حيث تومرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أن الله قضى أن يقطع دابر قوم لوط عند حلول الصباح، إن موعدهم الصبح. وجاء أهل المدينة يستبشرون، أي جاء قوم لوط المتساكنون بمدينتهم مظهرين الفرح بضيوف لوط، ناوين بهم سوءا دون أن يعرفوا أن هؤلاء الضيوف إنما هم في الحقيقة جنود الله وملائكته الموكلون بعذابهم على فاحشتهم الكبرى. لكن الله أراد أن يقيم الحجة على قوم لوط وهم شبه متلبسين بالجريمة، لأنهم عزموا على فعلها حتى مع ملائكة الرحمن. فبادرهم نبيهم لوط، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. فما كان منهم إلا أن ردوا عليه قائلين، قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي أما نهيناك يا لوط أن تضيف أحدا عندك، وذلك حتى يضطر كل من مر بمدينتهم إلى أن يقع في أيديهم ويعتدوا على كرامته. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. المراد من هذه الآية إرشادهم إلى وجوب الاقتصار على الزواج بالإناث من قومه، وتذكيرهم بأن الله تعالى إنما خلق الذكر والأنثى ليزاوج بينهما من أجل عمران العالم واستمرار النوع البشري عن طريق التناسل بين الذكر والأنثى جيلا بعد جيل في حدود الشريعة والفضيلة، وأنه لا يرضى عن الشذوذ الجنسي الذي هو أكبر رذيلة. فهذا معنى قول لوط لقومه هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فأطلق اسم بناتي على بنات قومه جميعا ليحض الرجال على الاكتفاء بالزواج منهم امتثالا لأمر الله تعالى. فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي أخذهم العذاب عند شروق الشمس مشرقين. والمراد بالصيحة العذاب الذي يرافقه صوت مزعج كصوت الرعد القاصف. فجعلنا عاليها سافلها، أي قلبنا مدينتهم رأسا على عقب، قلبا ماديا وقلبا معنويا. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ثم عقب كتاب الله على قصتهم بقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي إن في عذاب قوم لوط وانتقام الله منهم على هذه الفعلة الشنيعة آيات قاطعة وبراهين ساطعة يعتبر بها كل من عنده فراسة ومن عنده بصيرة من المؤمنين، حتى لا يقع فيما وقعوا فيه. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، أي أن مدينة قوم لوط التي قلبها الله عليهم
انتقاما منهم هي واقعة على طريق مطروق يمر به الناس كل يوم حتى هذا اليوم، وذلك ليعتبروا ويتذكروا، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ثم أكد كتاب الله نفس العبرة المقصودة من ذكر قصة قوم لوط، فقال تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي إن في ذلك لعبرة لمن آمن بالله وقدرته حتى لا يعمل عمل قوم لوط المستهجن، ولا يسلك مسلكهم المرذول، وحتى لا يتعرض في ذاته لنوع من المسخ والقلب إن لم يكن مسخا وقلبا ماديا، كان على الأقل قلبا ومسخا معنويا وعضويا. ثم أشار كتاب الله هنا بغاية الإيجاز إلى قصة شعيب وقومه، فقال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب، والمراد بالأيكة الغيضة من الشتف، وقد أضرمها الله عليهم نارا لما ظلموا وتمردوا. قال ابن كثير: وقد كانوا قريبا من قوم لوط في الزمان ومسامتين لهم في المكان، وذلك معنى قوله تعالى هنا: وإنهما، أي قوم لوط وقوم شعيب، لبإمام مبين، أي أن مقر قوم لوط ومقر قوم شعيب واقعان على طريق واحد، طريق واضح يراه الناس ويمرون عليه باستمرار، وفي ذلك منتهى الذكرى وغاية الاعتبار. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، جملة معترضة وجه الخطاب فيها إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن كثير: أقسم الله تعالى في هذه الآية بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. وعن ابن عباس أنه قال: ما خلق الله نفسا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أصحاب الحجر، وبها سميت هذه السورة سورة الحجر، والمراد بهم ثمود، وهم قوم صالح عليه السلام. فقال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. والحجر هنا اسم للمكان الذي كان قوم صالح نازلين به مستقرين فيه، وهو واقع بين المدينة والشام، وكانت بيوت ثمود ومنازلهم منقورة بالمعاول في الجبال،
وقد بلغ تحديهم لنبيهم صالح منتهاه عندما عقروا ناقة الله، ناقة الله التي طالما أمرهم صالح بعدم المساس بها، وطالما دعاهم إلى تركها تأكل من أرض الله وتشرب من مائه، فعاقبهم الله على جرائمهم كلها عند عقرهم لها، وكان عقابهم بالصيحة صباحا مصبحين، فهلكوا وبادوا. وقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق، إشارة إلى أن الله تعالى لم يخلق خلقه عبثا، وإنما خلقهم لحكم دقيقة بعضها معلوم وبعضها استأثر الله بعلمه. ويشبه هذا قوله تعالى في آية ثانية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله تعالى في آية ثالثة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، تنبيه من الله لرسوله إلى وجوب الصبر على معاملة المشركين وتحمل أذاهم في سبيل الدعوة إلى الله. والصفح الجميل هو الذي ليس معه أدنى مؤاخذة ولا عتاب. وقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فيه إشارة إلى أم القرآن الكريم وهي فاتحة الكتاب. قال ابن عباس: والبسملة هي الآية السابعة، والمثاني مشتق من تثنية وهي التكرير، وعطف القرآن على السبع المثاني من عطف العام على الخاص. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال ابن كثير: فهذا نص في أن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي ذلك وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي ذلك وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، متاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، فهو متاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم. هكذا يقول الحافظ ابن كثير. والمراد بالسبع الطوال عندما انفسر بها السبع المتاني في هذه الآية هي صور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، فقد حمل قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم على هذه الصور السبع: ابن مسعود وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وقوله تعالى: لا تمدن عينيك
إلى ما امتعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما امتعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى آخر الآية بعد امتنان الله على رسوله بالسبع المتاني والقرآن العظيم مباشرة، هذا تنبيه من الله لرسوله إلى أن ما أنعم به عليه من نعمة الوحي والإيمان ومعجزة القرآن يفوق كل نعمة أخرى أنعم بها على بني الإنسان، فكل النعم سواها تتضاءل دونها ولا تبلغ درجتها. وما عند أصناف الكفار من متاع الدنيا على اختلاف أنواعه لا قيمة له بالنسبة لنعمة الوحي والرسالة. قال ابن كثير قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما امتعنا به أزواجا منهم، أي استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. وهذه الآية تشبه قبله تعالى في آية ثانية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. والمراد بالأزواج ليس المعنى المتبادر إلى الذهن، ولكن المراد بها في كلتا الآيتين أصناف الكفار وطبقاتهم. ما متعنا به أزواجا منهم، ما متعنا به مختلف أصناف الكفار وطبقاتهم. وقوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، تنبيه من الله لرسوله على مواصلة الإحسان في معاملة المؤمنين تأليفا لقلوبهم وتركيزا لمعاني الإيمان في نفوسهم. وخفض الجناح استعارة للين الجانب والتواضع. وقوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه إشارة إلى أن الله تعالى سيعذب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، إذ قالوا في كتاب الله أقوالا متناقضة، وذلك معنى كونهم جعلوا القرآن عضين. وهكذا أنذرهم الله بعذابه كما أنذر مشركي قريش. والمراد بالمقتسمين من آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، فهم أقسام عدة تعددت بتعدد الأهواء وتعدد الأغراض وتعدد النزعات التي يعملون لها والتي يريدون أن يسخروا الوحي لخدمتها. ومن لطائف التفسير ما انبه إليه أبو القاسم بن جزي عند قوله تعالى هنا فوربك لنسألنهم أجمعين، إذ قال إن قيل كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فالجواب
أن السؤال المثبت كما في قوله تعالى لنسألنهم أجمعين هو على وجه الحساب والتوبيخ، وأن السؤال المنفي كما في قوله تعالى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هو على وجه الاستفهام المحض، والله تعالى لا يحتاج إليه لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها. وقوله تعالى فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين أمر من الله لرسوله بإعلان الدعوة إلى الله والجهر بالحق رغما عن معارضة المشركين القوية وأذاهم البالغ. قال عبد الله بن مسعود ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تومر فخرج هو وأصحابه. وقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، مواساة من الله لرسوله وحض له على مواجهة أذى المشركين بسعة الصدر والتجمل بالصبر، كما أن فيه حظا له عليه السلام على التسلح بسلاح العبادة والذكر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي كلما حزبه أمر، واستمر على ذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى في أعلى عليين، مصداقا لقوله تعالى هنا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين.